هي مجموعة من الأسئلة تجاوبني من غير ما تخمم برشا. شكون اليوم تعتبره أحسن لاعب تونسي؟ أحسن لاعب تونسي توا في تونس ينجم يلعب في مش في الشامبيونات تونسي يعني عنده جنسية تونسية. إيه فما زوج ملاعبيه هما اللي شرفوا ثلاثة ملاعبيه بصراحة معناتها. واحد كل ما واحد علي معلول. علي معلول أحسن لاعب في تاريخ تونس. لا حماد العقربي. حماد العقربي وطارق دياب بصراحة ما تنجمش معناتها زوز واحد كان فنان وأسطورة والآخر كان إفيكاس وخذ الكرة الذهبية الأفريقية. لاعب في الشامبيونات نتاعنا توا ينجم ينجح في أوروبا. والله صعيب. ما عند ما حتى حد صعيب ما عندنا حتى ملاعب اليوم ما عندناش ملاعبيه اللي نجموا ينجحوا في الاوروب. لاعب كنت تشيق كي تلعب معه يكون معك في التيران تستمتع تلعب معه؟ والله يا عماد بن يونس ولو ما لعبتش معه برشا مش نستمتع اما نتفاهم انا وياه برشا. باه لاعب كنت تقلق كي تلعب معه؟ رمزي التوجاني. علاش؟ كان يقنقن برشا في التيران ويتكلم برشا وهو كارير جوش وانا دومي جوش ديما ارجع فك ارجع فك ارجع فك. بعد شويه باش تختار التشكيله نتاع في ليكيب تيب هذيك الجايه نتاعنا ماكش باش تحطوا رمز توجاني بقى. لا ما نحطوش سيور خاطر يقنقن برشا. لاعب ماست. لاعب ماست لا والله من 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 خير من من ما عنديش معناتها ملاعبي هكا اللي ما عنديش ملاعبي خدام برشا. خدم برشا برشا ملاعبيه فما أكثر حاتم واحد. حاتم خدم ملاعبي بالعكس توا كركا زبير السيفي. زبير السيفي به مدافع ولا بيفو بحكم البوست نتاعك كنت تخاف منه تقلع له حساب قبل؟ مدافع يلعب ضدي دونك والله كمال الصالحي احسن خاطر يضرب ياسر. احسن مدرب تونسي. احسن مدرب تونسي بالنسبه لي اللي لو بلو تيتري هو فوزي بنزرتي. أسوأ مدرب خير ما نذكرش. علاش؟ عندي اسم في مخي من خير ما نذكرش. مسيش قولهن عادي مجرد فقرة هي مسيش مصف الشرقي. علاش؟ على خاطر عمل حوايج خايبة برشا في الكوبا أفريكا معاك أنت؟ معايا أنا ومع برشا ملاعبين شعمل لك؟ شوف وقتها كما نقولوا في الكوبا أفريكا معناتها جاي من لوطة معناها كان أجواء وقتها حب سوا ديزون يلانسي ولاد الجمعيه خاطر هما اللي باش ما يلفون لو سوتوني معناها باش يشد يقعد اكثر في النادي الافريقي واساء لبرشا ملاعبيه. دونك نحاك انت؟ نحاني انا ونحى برشا ملاعبيه وحب يلانسي ولاد الجمعيه واساء للكلوب افريكا ما عندوش الامكانيات باش يرين الكلوب افريكا. قداش اول سالير خذيته؟ اول سالير يظهر لي 350 هكاك في السي اس. اكبر سالير خذيته 3000 دينار. وين؟ في الكلوب افريكا ومستير والسيسيس. نفسها كانت اي بريسك هذوك هما. شنو هي الحاجه فيك ما تعجبكش؟ الحاجه فيها اللي ما تعجبنيش لساني ما عنديش شكل الاسلوب هكا الباهي مش اللبق ما عنديش شكل الباراتا هكا والسين البيك اللي تنجم تقضي بيه برشا حوايج. فهمتك. ماتش يقعد في بالك ما تنساش؟ حاجه باهي ولا خايب معناها كيما تحب انت مهم قعد في بالك. ماتش قعد في بالي الاسبيرانس هوني 1-1 في رمضان لعبت صايم من 1-1 مع السي اس اس مع السي اس اس هذاك وماتش. علاش هذاك؟ على خاطر وقتها نتعداو بفتره صعيبه خسرنا ضد الريان 5 وجينا نلعبوا ضد الاسبيرانس والاسبيرانس وقتها اول عام وقتها باش نلعب وقت اسكندر حول الاسبيرانس وفما برشا ناس معناها وقتها ضد لطفي عبد الناظر وحبوا يعني معناتها يعملونا سابوتاج دونك الماتش هذاك تعدى صعيب برشا بعدك المشكلة وعندنا ملاعبية وقتها تعاقبوا وتجمدوا وقتها صارت برشا مشاكل في الاكيب. ماتش الاسبيرانس هذاك يا باش يرجعنا يا باش تتفرك الجمعية عملنا 1-1 وكنا نجمون. بونتو ما تنساش؟ بونتو هو فما بونتو أحسن بونتو سجلته مش لأحسن لأكثر واحد عنده قيمة. باش نجيك أحسن واحد أعطيني بونتو ما قعد في بالك باش نجيك المزيان بونتو مزيان المزيان اي بونتو بون يقعد بونتو ليتوال ضد ليتوال معناها نتاع مستير ضد ليتوال فرون خاطرو ديسيزيف ما عندوش فايده ليك انت ما عندوش فايده لكن ولا عنده فايده جاب 5 ملايين. لا لا عنده فايده على خاطر كان ديسيزيف وقعد في الذاكره ما تنساش. بونتو مزيان توا بونتو مزيان هما فما زوز فما اللي ماركيتو ضد ليسبيرونس هوني مع المستير
ريبريز. وفما بونت وما تصورش حتى بالكاميرا ضد جرجيس وقت نلعب مع سي اس اس ضد جرجيس اخر ماتش في الشامبيونات من بريسك بعد الترطون تاع جرجيس. ما كيت بونت بنص تيران تاع رقم هذاك هو ضد جرجيس بعد السونتر بشويه معناتها الشوت مشيت ما تصورش هذاك ما تصورش. شكون اقوى بيبليك اليوم في تونس؟ لا هو اقوى بيبليك مع اللي عملوا مع جمعيته طول كلوب افريكا. اقرب جمعيه لقلبك بعد سي اس اس؟ والله مستير وقفصة زوز فرد واحد. شكون أحسن لاعب في العالم اليوم؟ توا ولا في العالم اليوم. من يتخلق الكرة؟ توا توا بوهم ليونيل ميسي ولو يقعد يتعدى بفترة خايبة لكن ليونيل ميسي في الموجودين توا. أحسن مدرب في العالم؟ شوف أنا نحب غوارديولا يعجبني خطر نحب الكرة المزيانة. لكن سور لو بلان معناتها ريزولتا يتسمى زيدان. لكن فلسفه وكوره مزيانه غوارديولا. وانت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني؟ اي لا توقعت برشا اسئله توقعتهم. كانت هذه لوكويز.